معنا من حلب أبو مخلص رئيس المحكمة العسكرية في القضاء الموحد الذي يتبع للمعارضة أو الجزء الذي ليس تحت سيطرة النظام في مدينة حلب. أهلا ومرحبا بك سيد أبو مخلص وكل عام وأنت بخير. في البداية كيف تتعاطون مع قضية فوضى انتشار السلاح؟ أتكلم في البداية عن حلب تحديدا. أهلا وسهلا بك أستاذ موسى ومساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا بد من مقدمة قصيرة تقول بأن ثمن الحرية مرتفع جدا، وما زلنا ندفع الثمن مرتفعا وغاليا وسط تخاذل وتكالب الدول من حولنا. من الثمن الذي يدفعه المواطن البسيط هو عنوان برنامجكم اليوم، فوضى انتشار السلاح. هذه حقيقة كنا نتمنى عدم وجودها، لكن يبدو أنها أمر ملازم للثورات. فكما ذكرتم في تقريركم أن الثورة الليبية مع أن مجرياتها ونهايتها كانت مختلفة عن الثورة السورية، لكن فوضى انتشار السلاح ما زال قائما حتى الآن، بل إنه وصل إلى مراحل لم يصل إليها الوضع في سوريا. بالنسبة للوضع في حلب، حقيقة هناك فوضى لانتشار السلاح. أي شخص يستطيع امتلاك القطعة السلاحية التي يريدها، وبالتالي قد يرهب بها الناس أو قد يحصل منافع شخصية له. للأسف لا يوجد قوة كافية عند أحد من الموجودين على وجه الأرض السورية قادرة على وضع حد كامل لهذا الأمر. كل ما يجري إنما هو إجراءات وقائية للتقليل من هذه الظاهرة، لكن عفوا ولنشر الوعي بين الناس. عفوا لو سمحت لي أبو مخلص، يعني وأنت يعني قاضي يعني أو رئيس محكمة، عندما وأنت تعلم بأن أغلب لا يكاد يخلو مثلا بيت أو حي إلا فيه عشرات المسلحين وعشرات الكتائب الغث والسمين منها، الجيد والصالح والطالح فيها، لكن أنتم كيف تتعاطون مع مثلا أمراء الحرب اللي لا أحد يستطيع أن ينالهم، يفعلون ما يشاءون في حي كامل؟ يعني هذا الأشياء عندما تأتيكم شكاوى لاستخدام غير استخدام السلاح لغير ما وجد إليه، كيف تتعاطون مع هذه النقطة؟ نعم، نحن أستاذ موسى إنما نحن جهة قضائية، بمعنى أنه تحال إلينا الدعاوى الشكاوى أو أننا نصل إليها عبر وصول خبر إلينا، نجري التحقيقات، نستمع إلى الشهود، نصدر أحكام. أؤكد لك كما ذكرت قبل قليل أنه لا يوجد جهة على الإطلاق في سوريا قادرة أن تنفذ جميع أحكامها، بمعنى أن تكون نافذة على جميع الناس. وما الهيئة الشرعية بحلب ليست كافية؟ أمراء الحرب، الهيئة الشرعية قوتها كبيرة في حلب. أخي الكريم، أنا قلت لا يوجد قوة على وجه الأرض في سوريا بما فيها قوة بشار الأسد قادرة على إنفاذ جميع ما تريد وتحقيق جميع ما تريد. الأمر نسبي، كل جهة تمتلك قوة معينة في منطقة ما أو ما شابه، لكن القوة المطلقة والقوة التي تستطيع جلب أي مطلوب للعدالة غير متوفرة الآن على الإطلاق. لكن أنا أقول لك شيء، نحن نخلط ما بين القضاء وتنفيذ الأحكام. القضاء مهمته جمع الحقائق وجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود وإصدار الأحكام وإعطاؤها إلى جهة تنفيذية لتقوم بتنفيذ الحكم. فأنا أؤكد لك أننا في مجلس القضاء الموحد عندما يعترضنا حكم على شخص ممن أسميتهم أمراء الحرب، ممن لا يخضعون لقضاء ولا لقانون، فإنما نجمع الأدلة ونوثقها ونؤرشفها ونصدر الأحكام ليأتي اليوم الذي نرجو أن لا يكون بعيدا، فتنفذ تلك الأحكام على ذلك المجرم، فنكون بذلك ضمننا الحقيقة ونفذناها في الوقت الذي نستطيعه. ما عدا ذلك هو وهم. طيب كيف يمكن خلق آلية؟ يعني القضاء الموحد بالتأكيد ليس لديه
كما علمت لا دعم إقليمي ولا حتى يعني دعم أقصد ماليا على الأقل أو حتى قوة بالقوة التسليح يعني للجهة التنفيذية التي عندما يصدر حكم تنفذ ما يبرم حكمه يعني. لكن الآن كيف يتم ضبط عملية فوضى السلاح؟ أتكلم عن حلب، أنا بديش أتكلم عن حمص وعن تلك المناطق. عندك مثلا في حمص في حي الوعر لوحده عندك 30 كتيبة يعني، حي لوحده يعني. لكن الآن كيف يتم الضبط هذا؟ هل فقط ما الخطوات التي تفعلونها أنتم في القضاء، الوعاظ، المشايخ، ما الذي تفعلونه يعني؟ إذا كان في حي الوعر في حمص يوجد 30 كتيبة، وأنا لا أعرف المساحة، لكن أقول لك أنه في حلب في بستان القصر 53 كتيبة، فرقم 30 هو رقم متخلف بالنسبة لحلب وبكل أسف. سأقول لك شيء، القضاء الموحد يعمل على اتجاهين. الاتجاه الأول هو الشرطة القضائية التي ينشئها ويدربها ويمولها بمساعي جهات خيرية بمال غير مسيس على الإطلاق. فهذه قوة موجودة وتعمل ونتائجها جيدة. الخط الثاني الذي يعمل فيه القضاء الموحد هو الاستعانة بالكتائب الشريفة، وأؤكد على كلمة الشريفة. نحن في القضاء الموحد لا نرى إطلاقا جواز أن نستعين بمجرم على مجرم، لأن هذا المجرم الذي نستعين به سينقلب علينا يوما ما، وربما يقوم بالإساءة في تنفيذ القرار والسرقة وما شابه ذلك. هناك كتائب وألوية شريفة تؤازرنا وتساعدنا عند الطلب، وفعلا قمنا بأعمال مشتركة ما بين الشرطة القضائية وتلك الكتائب، وكللت بالنجاح والحمد لله. في نقطة مهمة أستاذ أبو مخلص، تتعلق أنه اللي بتعرف اللي حمل سلاح في سوريا ليس بالضرورة يكون عسكري، يعني في فلاح وفي طيان وفي حجار وفي أستاذ مدرسة وفي عامل بعد أن مارس حياة طبيعية ثم حمل السلاح مثلا بعد ما لجأوا في حمل السلاح لقتال النظام السوري، شكل سرية، بعدها شكل كتيبة، بعدها لواء، ثم فرقة، وذاق حلاوة الهيبة ودوشكا من أمامه ودوشكا من وراه وقدامه، يا أرض شدي ما حدا أدي. هؤلاء كيف يمكن بالمستقبل أن يعود لحياته الطبيعية؟ أنه الفلاح هذا كيف يرجع لأرضه وسد مدرسة، كيف حيرجع لمدرسته وهكذا يعني؟ ما هو المشكلة في فوضى السلاح؟ هي على قسمين، القسم الأول الآن قبل سقوط النظام، والقسم الثاني هو بعد سقوط النظام. كما ذكرت أستاذ موسى أن البعض اعتاد على حياة معينة، اعتاد أن يكون قائد كتيبة أو قائد لواء، هذه فرضت عليه شخصية معينة ولباس معين وطريقة كلام معينة. إذا ما سقط النظام أعتقد أنه لا داعي لوجود هؤلاء الأشخاص. أنا سأقول لك، الناس على قسمين، قسم قرر أنه متى ما سقط النظام فإنه سيعود إلى عمله ماشي، ولا علاقة له لا بالعسكرة ولا بالقتال. هو نتمنى ذلك، أنه أن يعود كل واحد حمل السلاح إلى غايته، لكن القضية يعني هذه الفكرة، أنه في واحد مثلا صار قائد سرية أو قائد كتيبة وذاق الحلاوة وصار عنده مثلا عناصر 100 عنصر أو 1000 أو 2000، كيف يمكن هذا؟ هناك صعوبة كبيرة. لكن بكل أحوال أبو مخلص، اسمح لي أن نستمع إلى آراء الناس في قضية حمل السلاح من أهل حلب بالذات. وهذا شيء غلط، هو السلاح يعني ما تصنع ليكون بين مدنية أول شيء، والأولاد والأطفال لما بيشوفوه بيرتعبوا منه، وهذا السلاح يعني نحط حقه دم ليصير عجبات مو ليصير بين مدنية، يعني لنقاتل فيه مو لأنه لنتبروس فيه ونخوف هاد ونخوف هاد. أكبر غلط المدني عم يشيل السلاح وباسم جيش الحر عم بيطلع. هي غلط، لاني عم بضربه بالليل وبضربه كل مقطوع على الكهرباء. مين بقولوا جيش الحر؟ ونحن بنتمنى خيو يشيلوها، كل شيء سلاح مدني يشيلوه. الناس عم تشيل السلاح خايفه من بعضها، و يعني شو بدي اقول لك، اغلبيته ياخذوه من بروزها يعني هيك للظهر، بحط الفرد على خصره يعني هيك بروزها ياخذينه. في اطفال عم تشيل سلاح، ما بيصير انه واحد يشيل سلاح ويكون مدني. شو الحل؟ الحل يعني شيء واحد، انه يضبط الامور. هلا لازم تنضبط الامور من هالشيء هذا. نتمنى انتشار رجال امن شرفاء
ما هو الامن السابق، امن بلد، وينسحب السلاح من المدنيين تدريجيا. ونعود ابو مخلص، بالتاكيد استمعت لوجهات نظر متباينه يعني من اهل حلب، ناس تقول انه من يحمل السلاح فشخره وشوفت حال، ناس تقول بانه حمله يجب ان يعني يرجعه الى مكانه، ناس تقول يعني اشياء كثيره فيما يتعلق بهذه النقطه. لكن الان السؤال الذي يطرح، الناس الان في داخل وعندكم في مدينه حلب، هل اصبح حمل السلاح نوع من الحرفه او الارتزاق؟ عفوا السؤال، هل حمل السلاح تحول الى حرفه او ارتزاق؟ بكل اسف عند بعض الاشخاص الذين اساءوا ولوثوا سمعه الجيش الحر، نعم اصبحت الباروده او الدوشكا او ما شابه مصدرا للتكسب غير المشروع بإرهاب الناس وابتزاز أموالهم، وهذه أفعال يضمن القانون العربي الموحد الذي يحكم به مجلس القضاء واللي هو مستمد من الشريعة الإسلامية، يضمن إجراء محاكمة عادلة لأولئك المبتزين ولأولئك الذين يرهبون الناس بالسلاح ولأولئك الذين يستغلون الظرف الحالي ويقومون بأشياء لا يحق لهم فعلها. فما دام هناك جهات قضائية وجهات شرطية، ليس من مسؤولية الكتائب إطلاقا لا جلب متهم ولا التحقيق معه ولا محاسبته ولا أي شيء آخر، وإنما أي شيء يجب أن تفعله يجب أن يكون عن طريق مثلا القضاء الموحد بموجب مذكرة صادرة عن النيابة لتتخذ الإجراءات الصحيحة. يعني هذه التجاوزات موجودة في حلب، أنه قائد كتيبة بروح يستدعي من يريد ويحقق معه أو يعذبه أو أيا يكن يعني. للأسف لكن يجب أن نقول الحقيقة أن هذا موجود، ونرجو أنه بعد وجود القضاء الموحد بدأت تنحسر هذه الأمور، لكن ليست تنحسر إلى حد الاضمحلال، لكن بدأت تقل عندما بدأت تلك الكتائب و أولئك الناس يشعرون بأن هناك جهات قضائية تتابعهم وتحاسبهم وتصدر الأحكام بحقهم، فبدأوا يحسبون حساباتهم على خلاف الفترات السابقة. نعم. التي كانت فيها الأمور في فوضى أكثر، ونطمح طبعا أن نصل إلى مرحلة أفضل فعلا يلتزم فيها الجميع، وتكون مهمة الكتائب هي الجبهات فقط، ومهمة القضاء معروفة ومهمة الشرطة القضائية معروفة أيضا. شكرا جزيلا لك أستاذ أبو مخلص رئيس المحكمة العسكرية، كنت معنا في القضاء الموحد، كنت معنا من حلب.